السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناة الهندسة المدنية في الجزائر. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتعرف على أمر مهم جدا ومفيد في العمل، وهو الأمر كالك. هذا في بداية الحلقة، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنقوم برسم مخطط بسيط لتفهموا كيفية العمل بالبرنامج. نبدأ على بركة الله. كما ذكرنا في الحلقات السابقة تكلمنا عن الأمر ديسا وموديفيكيشن وأنوتاسيو، واليوم نتكلم عن الأمر كالك. ما هو الكالك وماذا يقصد بالكالك؟ يعني الكالك باللغة العربية هو الطبقات، وباللغة الإنجليزية هو layers. يعني هذه الخاصية تساعدنا على الرسم. مثلا عند رسم أي مخطط أو بلون نحتاج إلى كل عنصر والطبقة الموافقة له. مثلا نبدأ برسم ليزاكس، نحدد طبقة أكس ونرسم ليزاكس الخاصة به عفوا، ثم بعد ذلك نقوم برسم الأعمدة بالطبقة الخاصة بهم، وبعد ذلك نقوم برسم الروافد والطبقة الخاصة بهم. كيف نحدد هذه الطبقات؟ نذهب إلى هنا أولا، ثم نختار Property، يظهر لنا الأكس الأول، نضغط على نوفو ثم نسميه مثلا أكس. بعد ذلك يظهر لنا المصباح. عند إطفاء المصباح مثلا نريد رسم طبقة ونريد إخفاءها لكي تسهل علينا عملية الرسم، يكفينا فقط أن نقوم بإطفاء المصباح هكذا. والقفل، هذا القفل، يعني مثلا عندما نقوم بعمل ولا نريد التعديل عليه أو حذفه، يكفينا فقط أن نقوم بإغلاق المصباح. وهنا لدينا اللون نقوم باختياره، لدينا هنا نوعية الخط، مثلا هنا مستمر نريد تعديل نوع الخط، نضغط على شارجي، نختار أو نبحث عن الأمر أكس من هنا مثلا هكذا، ثم بعد ذلك نضغط على أوكي بعد تحديد الأكس، ثم نحدده، نضغط على أوكي، نحدده ونضغط على أوكي، وهنا سمك الخط. الآن ننتقل إلى العمل التطبيقي. فاصل قصير ونواصل. بعدما نقوم بتحميل الملف الذي قمت بوضع رابط تحميله أسفل الفيديو، ونذهب إلى ليكالك، نجد كل هذه العناصر. مثلا ليكالك الخاص بليبوتخ وليبوتو وليزاكس وغير ذلك. نختار الأكس، نقوم برسم الأكس الأول هكذا، ثم نلاحظ أن الخط الخاص بالأكس صغير نوعا ما. نذهب إلى هنا ونضغط على 2 وأوكي، ثم نقوم بتقريبه. نحن في الكوتاسيون، نذهب إلى أكس، نلاحظ أن القفل مغلوق عفوا، نقوم بفتحه ونقوم برسم الأكس الأول هكذا، ثم نقوم برسم الأكس الثاني، نلاحظ الخطوط المتفرقة. كما قلت لكم، هذا المخطط الذي سنرسمه بعد قليل ستجدون رابط تحميله أسفل الفيديو، قوموا بتحميله وتابعوا معي الشرح. الآن نذهب إلى كوبي أو ديكالي عفوا، نقوم بتحديد المسافة، مثلا على حساب المخطط لدينا 4.7 متر، نضغط على أوكي ونقوم بالسحب هكذا، نقوم بالسحب 4.7 ثم 4.7 للغرفة الثانية هكذا، ثم نضغط على أوكي هنا، يعني نضغط أوكي ثم أوكي مرة أخرى، نحدد 4.6 في الجهة، يعني الجهة إكس، نقوم بتحديد الطول 4.6، نضغط على أوكي، نضغط على الخط ونقوم بالسحب هكذا ثم هكذا.
الآن نقوم بتحديد العناصر المرقمة، يعني أين تأتي العناصر المرقمة في المخطط. يعني مثلا تأتي، نضغط ضغطتين هنا، نحدد، نعيد العملية ديكالي هكذا، ثم نحدد هنا 2 متر، نضغط هنا، من هنا نقوم بالسحب إلى الخلف، ومن هنا إلى الأعلى، ومن هنا إلى اليسار، ومن هنا إلى الأسفل. وبعد ذلك نقوم بحذف كل العناصر الزائدة عن طريق أو عبر الأمر أجوستي، كما كنت قد شرحت في الحلقة السابقة. نضغط على أجوستي ثم أوكي، ثم نقوم بالحذف بهذه الطريقة كما تشاهدون هكذا. ونقوم بالحذف هكذا. نقوم الآن بحذف الخطوط الخارجية، هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط وكذلك هذا الخط. الآن المخطط أو المحاور بدأت تظهر، يعني مثلا لدينا هنا 4 غرف، 9 أعمدة. الآن نقوم بتلقيم العناصر، يعني بالنسبة إلى Y نجد ABC، وبالنسبة إلى X 1 2 3. نضع مثلا، نقوم بكتابة، كيف نقوم برسم تلك الدوائر. نقوم بإضافة كالك جديد، نضغط هنا نوفو، ثم نسمي الكالك مثلا نوم أكس، ثم نقوم بتحديد اللون، مثلا نحدد لون أخضر هكذا، ونضغط على أوكي. نقوم بتحديد الأكس هكذا، ثم نقوم بعملية الرسم. مثلا نكتب، نذهب إلى التكست، نحدد هكذا، نكتب رقم 1، نضغط على إيشاب، هكذا، نلاحظ أن رقم 1 صغير نوعا ما، نقوم بالضغط مرتين عليه، ثم نذهب إلى هنا، نقوم بتكبيره، مثلا 0.5، نضغط على أوكي. وكذا. الآن نقوم بإحضار دائرة من هنا هكذا، نقوم بتحديد المركز، ونقوم بالسحب إلى الخارج لكي نرسم الدائرة. نلاحظ أن الخط جاء متقطع، نقوم بتغييره ضغطتين، ثم هنا، ثم نحدد الخط مثلا هكذا، بروبريتي، نذهب إلى هنا ونحدد ديكالك، ونقوم بالخروج. نلاحظ أن الدائرة قد اكتملت. ماذا سنقوم به؟ ما الذي سنقوم به الآن؟ عفوا، نقوم بتحديد الدائرة هكذا، نضغط على الأمر كوبي الذي كنا قد شرحناه في الحلقة السابقة، نذهب إلى هذه الجهة ونقوم بالنسخ إلى هنا، أننا نحتل الجهة اليمنى، ونقوم بالنسخ هنا وهنا كذلك، ثم نضغط على إيشاب. الآن سنقوم بنسخ العناصر إلى الجهة السفلية أو الجهة إكس. نقوم بالتحديد كوبي. الآن نقوم بسحب من الجهة العليا هنا، نقوم بتكبير، نحدد هنا وهنا، وبعد ذلك آخر عنصر هنا هكذا، ونضغط على إيشوب هنا، يعني نقوم بحذف هذا العنصر لا نحتاجه. الآن نقوم بإعادة التسمية، مثلا هنا نضغط مرتين، هنا لدينا 2 أو A، عفوا، نذهب إلى الأعلى، هنا لدينا A،
هنا بي، وفي الأسفل سي. ثم هنا 1 2 3، يعني في المحور إكس. الشكل قمنا بتصميمه، يعني الفأرة التي استخدمها صعبة نوعا ما. الآن نذهب إلى هنا ونختار رقم 3 ضغطتين، نختار الرقم 3. هكذا نكون قد أتممنا رسم المحاور أو ليزاكس. كما قلت لكم، حملوا المخطط الموجود أسفل الفيديو لكي تتابعوا الشرح جيدا ولكي تعرفوا العناصر التي سنرسمها. الآن نذهب إلى ليبوتو، نحدد هنا الأكس بوتو الذي هو باللون الأحمر، نذهب إلى المربع هنا، نقوم بالضغط ضغطة واحدة، نحدد أبعاد العمود 0.3، ثم نضغط على الفاصلة التي تجدونها عند حرف التاء، ثم نضغط 0.3 و أوكي. الآن نقوم بتكبير المربع. المرحلة التالية هي عملية التهشير، نقوم بتحديد أشور ثم نحدد سوليد ونضغط أوكي. إذا كان اللون ليس أحمر يمكنكم تغييره. الآن نقوم بالضغط على كوبي، نحدد العنصر، نضغط على أوكي، ثم نقوم بتحديد النسخ من مركز المربع. نقوم بتحديد أو توصيل الأعمدة إلى المناطق الخاصة بها، مثلا هنا عند تقاطع المحاور أو ليزاكس، وهنا. بعد ذلك هنا وهكذا إلى غاية إتمام العملية. وهكذا بعدما نقوم برسم الأعمدة ننتقل إلى رسم ليزون جرين أو الكاميرات. نذهب إلى الكالك، نحدد أو نبحث عن ليزون جرين. هنا لدينا بوتخ، لا نحتاج لون جرين. يعني للذين لا يعرفون ما معنى لون جرين، اللون جرين هي التي تقع أسفل الهيكل، هي مثل الروافد لكنها تقع أو تكون على اتصال دائم بالتربة. نحدد المربع هنا، نضغط ضغطة هنا ونقوم بالسحب إلى الأعلى ونضغط هنا. هكذا نكون قد أتممنا رسم الكاميرا أو لون جرين الأولى. نقوم هنا برسم الكاميرا الثانية. أو قبل ذلك يجب علينا في أي مخطط يجب علينا تحديد الاتجاهات، مثلا أين تقع ليبوتخ برانسيبال وليبوتخ سكوندير، يعني أين نحدد الأبعاد، يعني في هذه أو في هذا المخطط سنضعهم 0.4 و 0.4، لكن في المخططات الأخرى يعني كمعلومة لكم أين تكون أو أكبر مسافة بين كل عمود وعمود، أين تكون يعني الجهة التي تكون فيها أكبر مسافة بين كل عمود وعمود، يجب عليكم وضع ليبوتخ برانسيبال في تلك الجهة. مثلا هنا نذهب إلى المركز، لدينا هنا 4.6 متر، يعني هذه هي الطريقة. يعني أنا أجرب لكم الطريقة في هذا المثال البسيط لكي تفهموا جيدا، لأنه لو أذهب إلى مخطط معقد نوعا ما ستتعقد أو ستختلط عليكم الأمور.
سنبدأ خطوة بخطوة حتى تحترفوا في استعمال الأوتوكاد إن شاء الله. نذهب هنا لتغيير نوع الكوتاسيو. يعني الآن الكوتاسيو كنا كذلك قد شرحنا في الحلقات والحلقتين السابقتين. نذهب إلى كوتاسيو، نحدد الأبعاد هنا، يعني هكذا نقوم بتحديد الأبعاد. لدينا هنا 4.6، وهنا لدينا 4.7. يعني من هنا نستنتج أنه لبوتر برانسيبال يجب أن يكون في الاتجاه X، لأنه أكبر مسافة بين كل عمود وعمود هي في الاتجاه X. لكن في هذا المخطط كما ذكرت سابقا سنقوم برسم العناصر أو ديزون جرين بنفس الأبعاد. نقوم بالضغط هنا كما قلنا سابقا، يعني نحن في الأمر كوتاسيو، نقوم بتحديد الأمر أو الكارك لون جرين هكذا، ثم نقوم بتحديد المربع، ثم هكذا، ونقوم بالسحب. يعني ستلاحظون أننا نستخدم فقط أو في غالب الأحيان نستخدم الأمر، ذلك الأمر يعني المربع، وسنستعمله كذلك في إنشاء القواعد أو للسمات. نضغط الآن على كوبي هكذا، نقوم بتحديد ليبوتر أو ليزونغرين الأولى والثانية، نقوم بالضغط على أوكي، ونقوم بتحديد النقطة التي نريد السحب من خلالها مثلا هنا، ونقوم بنسخ العنصرين إلى الأسفل هكذا وهكذا. نقوم بنفس العملية مع الجهة إجراك، نقوم بتحديد المربع ورسم جهة واحدة فقط، ونقوم بنسخ العناصر. هكذا. نقوم أولا بتغيير لون الأكس لأنه مشابه للألوان الأخرى، يعني لزونغرين مع الأعمدة والمحاور. يمكننا تغيير اللون من هنا مثلا، نضعه أصفر هكذا لكي يسهل علينا التفريق بينهم هكذا. ثم بعد ذلك نقوم برسم الجهة إجراك بالمربع كالعادة وهكذا. المحور الأول ثم المحور الثاني، وبعد ذلك نقوم بعملية النسخ. نقوم بالضغط على الأمر كوبي، ونقوم بتحديد العنصرين، ثم نضغط على أونتري، ونقوم بتحديد النقطة التي نريد النسخ من خلالها، ونسحب هكذا إلى غاية إكمال العملية. الآن قمنا بإتمام عملية رسم ليزونغرين. الآن ننتقل إلى المرحلة التالية وهي رسم لسمال أو الأساسات. نذهب إلى لكارك، نحدد سمال، ثم بعد ذلك نذهب إلى المربع أو ريكتونجل كالعادة، نحدد الأبعاد، نضع
واحد متر في البداية وواحد متر في المحور إكس واي كالعادة. هكذا نقوم بالتكبير. بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الأمر كالك. هكذا نضغط ضغطة واحدة، نقوم بضغط 0.1، نضغط على أوكي، ثم نقوم بالضغط هكذا وتكبير الأساس. ثم بعد ذلك نقوم بالتأكد من طوله، يعني لدينا الأساس طوله وعرضه هو 1.2 متر. نقوم الآن بنسخ هذا الأساس إلى جميع المحاور. نقوم بالضغط على الأمر كوبي، ثم نحدد العنصرين هكذا، نضغط على أوكي، نحدد النقطة التي نريد النسخ من خلالها، نحدد المركز. إذا لم يتحدد معكم المركز يمكنكم تحديده كما قمت بالشرح في الحلقات السابقة، يعني يمكنكم تحديده من أسفل البرنامج، يعني هنا نقوم بتغيير الأكس، كنا في الأمر لونج لين يجب علينا أن نغير إلى سمال. هنا أمر سمال هكذا، نغير اللون لسمال، نضعه بنفسجي لكي يسهل علينا التفريق، أو عفوا البنفسجي أيضا لا يظهر، نحدده أزرق ونقوم بإعادة عملية النسخ. كما قلت لكم لا تنسوا أن تقوموا بتحديد العناصر لكي تجدوا المركز وكذلك الأبعاد الخاصة بكل عنصر، وتسهل عليكم عملية النسخ. يعني هذا مجرد تذكير فقط، كنت قد شرحته، شرحت العملية في الحلقات السابقة. نقوم بالنسخ بهذه الطريقة من المركز هكذا. الآن نقوم بتحديد العناصر الثلاثة ونقوم بنسخها لكي نسهل العملية. نقوم بالضغط على كوبي، نحدد المركز ونقوم بعد ذلك بنقلهم إلى الأسفل هكذا، وبعد ذلك هكذا، ونضغط على إيشاب. الآن بعدما أتممنا رسم لشمال ننتقل الآن إلى عملية وضع لكوتاسيون أو الأبعاد، يعني الأبعاد هي أمر أساسي جدا. نحدد الكوتاسيون وبعد ذلك نذهب في الأول من الأكس إلى الأكس، لدينا 4.7، يعني كل عنصر يجب علينا أن نحدد الأبعاد الخاصة به. ثم لدينا هنا أبعاد الشمال 1.2، لدينا كذلك هنا 10 سنتيمتر الخاصة أو البعد الخاص بين الأساس وخرسانة النظافة أو لوبيتون دو بروبريتي، يعني نلاحظ أن الكوتاس يكبر نوعا ما. نقوم بتغيير شكله، نضغط ضغطتين هكذا ونذهب إلى كوتاسيون وإيزو، هنا نقوم بتغييرهم بالضغط هكذا، نكون قد معذرة الفأرة تقوم بالخروج لوحدها يعني. نقوم بتحديد الأبعاد الأخرى من هنا من الأكس إلى الأكس، لدينا أيضا 4.7، لكن يجب علينا دائما أن نحدد الأبعاد في كل عنصر. هي نوع الكوتاسيو كذا،
ومن يمكننا التعديل على الكرة القصيرة. مثلا نذهب إلى هنا وبعد ذلك إلى هذا الخيار، عفوا نضغط هنا وبعد ذلك كريت ستيل. الآن يمكننا التعديل، وقد ذكرت هذا العنصر أيضا في الحلقات السابقة. نحدد الآن البعد من الأكس إلى الأكس هو 9.4، يعني عرض المنشأ من العمود إلى العمود. نحدد أيضا هذه الأبعاد هكذا. وهكذا الآن نقوم بتحديد أبعاد الكاميرات أو لزوم جرين. نحدد نوع الكوتاسيون، نضغط على الكوتاسيون، نلاحظ أن الكوتاسيون غير مناسب، نسحب هكذا ونضعه في الوسط، نقوم بالتعديل عليه، نضغط هنا ثم هنا، عفوا ضغطة واحدة فقط، نقوم بالضغط هنا هكذا، نجد 0.3 يعني كبيرة نوعا ما، يجب علينا أن نقوم بتصغيرها. نقوم مرة أخرى بالذهاب إلى كوتاسيون، نحدد هذا الخيار ونقوم بالتحديد، بعد ذلك نقوم بالضغط ضغطة واحدة هكذا ونحدد العنصر نفس الشيء، نضغط على كخيي هكذا، وجدنا الكوتاسيون المناسب للكاميرا. الآن نقوم بتحديد أبعاد الكاميرا الأخرى، نقوم بالتحديد من هنا إلى هنا، يعني أنا في كل مرة أقوم بتعديل الكوتاسيون لكي تتعود على الطريقة. هكذا لدينا 3. الآن نحدد أبعاد العمود هكذا 0.3، يمكننا تحديد الطول والعرض أو يمكننا تحديد العرض فقط. يعني مثلا إذا وضعنا هنا الطول والعرض سيكون مشتبك، يكون الكوتاسيون مشتبك عند تحديد النوع. مثلا لاحظ عندما نقوم هنا بتحديد العنصر لا يسهل علينا القراءة، لكن يجب علينا حذف واحد لكي تسهل علينا، لما نضغط ضغطتين ونقوم بسحبه إلى الأسفل هكذا وهكذا. الآن نقوم بتحديد أبعاد الأساسات وكذلك البعد بين الأساس وخرسانات النظافة أو البيطون دو بروبريتي. لدينا هنا الأساس بعده 1.2 على 1.2، لدينا كل الأساسات هي أساسات منعزلة أو سومال إيزولي، لدينا كذلك البعد بين هنا، يعني لدينا خرسانة البعد بين الأساس وخرسانة النظافة، نقوم بتعديل
الكوتاسيون وهكذا. الآن نقوم ببعض الروتوشات الأخيرة. نقوم مثلا بعمل انكادراج للمخطط الخاص بنا من هنا هكذا هكذا، ثم مثلا نقوم بتحديد خط هنا، نحدد لين، ثم نقوم بتقسيمه هكذا ونقوم بتسميته مثلا، نضغط هنا ونقوم بوضع هكذا مربع ونقوم بالكتابة، مثلا نسميه مثل اسم القناة. وبعد ذلك نقوم بحفظ المشروع. نقوم أولا بتكبير الخط أو التعديل عليه، ثم نقوم بحفظ المشروع من هنا و Registration. نحدد المسار هنا مثلا البيرو، يعني هذا هو الملف الذي ستجدون رابط تحميله أسفل الفيديو. إلى هنا أحبائي أعتقد بأن هذه الحلقة قد انتهت. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك في الفيديو تشجيعا لنا لمواصلة المزيد بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.